احنا كنهضروا على الموضوع ديال القنطره ديال الجراوي اللي كم جا في المحضر ديال نعمل واحد التذكير بسيط كما جا في المحضر ديال 2022 اللي قامت به السلطه ان اي للسقوط ومنذ 2022 وحنا مازال كنستناو ردة الفعل ديال السلطه. راسلنا الوالي راسلنا الجماعه جاوب سمعنا المقاطعه عدت له ماكسيمو الوالي ملي كتبنا له شكايه كنحمل توقيعات ديال هاد الساكنه ولا ديال اصحاب ديال المنزل جاوب معانا باش بلي باريير سيب ميساج عند شخص القائد وجبنا لي باريير لحد الساعه راه 3 شهور ولا شهرين طالعين دابا حنايا كاين لي باريير هنايا بان كاين الخطر بما انه وضعوا هما الباريير هنا اذا كاين الخطر ولكن هما لي باريير هنايا دابا لي باريير هما اللي عينقصوا من الخطر من القيمه ديال هاد القنطره اللي اي للسقوط او مثلا هي لي باريير هي اللي ما يخليوهاش انها تطيح هاد القنطره هذه. حنايا طرقنا البيان ديال الجماعه جلسنا مع شخص العمده انه وعدنا قالنا من دابا 3 ايام اللي كانت الدوره ديال يوليوس قالنا بان من دابا واحد 3 ايام غنعتمدوا على واحد مكتب ديال الدراسات وغنجيو نعين المكان وهذا ماشي شي حاجه وحنا نصلحوها حنا قدمنا طلب اننا حنا مستعدين نصلحو ما عرفناش حنا هاد الادارات ولا هاد المسؤولين ديال هاد المدينه ما عرفناهمش حنايا فين كيصب الملح ديالهم. مؤخر فيديو باقي حاليا ما كاين حتى شي جديد ما كاين حتى شي جديد مشينا حنايا ملي كانت عندهم الدوره الاخريه ديال الاستثنائيه اللي كانت في ماشي بزاف واحد 45 يوم تقريبا ما جاو معنا حتى واحد صافي ولا الامر عادي العمده صافي من ديك الوعد اللي كان وعدنا مسمى صافي وعود كاذبه وصافي وعود كتسمى مراوغه اها هنا ما نجي كذا 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 هو كان وعدنا بالضبط ان عطيوه المده ديال 3 ايام وعايش يلعب المكان وعايعتمد على مكتب ديال الدراسات وعايد يماري قال لك هذه ماشي قلنا له حنا اذا كان مثلا جماعه عازه ولا المكتب ديالكم ولا المجلس ديالكم عاجز انه باش يصلح هذا القنطره حنا مستعدين اننا نقدموا خدمات للجماعه حيت حنا عندنا غير اننا على هذا الوطن هذا وعلى هذه المدينه هذه ماشي ضروري ان تصلح الجماعه او لا يصلح المواطن هما عندهم واحد الحاجزات اللي كنلاحظوها حنا في المؤسسات ديالنا هو ان اذا جات فكره من المواطن ما كيتقبلوهاش او اذا جات مديره من المواطن ما كيتقبلوهاش هذا هو المشكل اللي كاين في الاداره دابا حاليا العموميه ولكن حنايا ملي مشينا لعنده وضلنا معاه وضلنا دخلوا بعد ديال المستشارين وعدونا كذلك انهم بان يقوموا بمكتب ديال الدراسات مؤخرا مشيت للولايه مشيت للقسم ديال التجهيز قال لك حنا اعتمدنا على واحد المكتب ديال الدراسات ولكن هذا المكتب ديال الدراسات فوقاش عايجي وفوقاش عيبادا هذا الشغل هذا حنايا سنينا عيينا كنستناو عامين وحنا كنستناو 2022 وحنا كنستناو وباقي ما جا هذا المكتب ديال الدراسات باقا ما كايناش ميزانيه الجامعه باش تصلح وهنا ما كاينش شي حاجه اللي هي كبيره كما هما كيتوقعوا ما عرفناش حنايا هذا الشيء هذا واش المسؤولين واش ما عندهمش حس ديال المسؤوليه واش ما عندهمش غير على هاد على هاد على هاد المواطنين حنا كنشوفوا حاليا دابا المسؤولين ولا المواطنين راه بداو كيفقدوا الثقه في المؤسسات بداو كيفقدوا الثقه في المسؤولين حيت علاش وعود كاذبه مشيو اجي مشيو اجي مشيو اجي كاملين هما كيصبوا في نفس كيقول لك ان المحلات ولا اصحاب المنزل ولا كذا كيقول لك حنا يد واحده اما يصلحوا اما يعطيونا نصلحوا قدمنا لهم حنايا قدمنا لهم اننا اقتراحات قدمنا حنا لان القنطره راه ما فيهاش الشروط ديال السلامه مسحت راه ما فيها لا اناره لا والو كيتجمعوا كتجمع هي اللي الناس اللي كتعاطى المخدرات لعفوا عليهم هذا المنبر هذا والناس اللي كدوز تسمى مع العلم ان هنايا وقع الكريصاص والكريصاص والكريصاص كيوقعوا حالات بزاف ولكن حنا ما عرفناش شنو كتستنى هذه الجماعه ولا شنو كتستنى الولايه راه حنا وسنا شخص الوالي ولكن راه اعلى سلطه اللي كاينه في المدينه راه الوالي والوالي واش عاجز ان يعطي ويعمل واحد اللجنه ديال المراقبه وتتبع الامور ديال المواطنين اشي هذا غريب لا حكومه ولا برامج حكوميه اللي كذا هذاك اللي كتجي بها الحكومه شنو كيقول لك كيقول لك ان خصنا القطاع نهيكلوه واش بهذه الطريقه هذه وهذا التسيير الاداري ديالكم الفاشل غنقدروا نهيكلوا هذه القطاعات هادو او خصك تنسوا العشوائيه احنا شباب ما عندناش مع العشوائيه عندنا خصنا نمشيو اتجاه اللي هو صحيح اما العشوائيه احنا خصنا نتفاداوها احنا كنسمعوا الخطابات الساميه لصاحب جلاله وحنا كان عاش الملك وحنا بغينا احنا جنود وراء جلاله الملك احنا اللي قال الملك هي اللي كاينه اما احنا كتشوفوا القطاعات غير مهيكله وكيقول لك خصنا نهيكلوا القطاع كيفاش غادي نهيكل هذا القطاع بهذا المستوى ديال الاداره مشيو اجي مشيو اجي مشيو اجي مع العلم انه ما كاينش واحد الحس ديال المسؤوليه كنتفاجئوا ان ما كاينش كاين
دابا كتمشي تلاقى مسؤول، اذا تلاقيتي واحد النوبه على الموضوع مراه كيتهرب منك اوتوماتيك، مراه كيتهرب منك.